حبيبي اهلا بحضرتك يا فندم عماد ابراهيم، رئيس لجنه المواطنه لحزب الوفد هنا في بلاد كرور. اهلا بحضرتك، كلمني كده. يعني حزب الوفد بيت الوطنيه النهارده شايفين لقاء كبير ويعني ممثل فيه شخصيات كبيره جدا النهارده، التنسيق كان عامل ازاي يا استاذ عماد؟ يعني كلمني كده عنه اكتر. هو حضرتك الحمد لله هنا في اللجنه خليه نحل، احنا من ساعة ما بدأنا نتصل بالآباء الكهنة والممثلين عن الأحزاب والسادة الضيوف اللي حضروا النهاردة وشرفونا كان في تجاوب، والحمد لله قدرنا نخرج الحدث بشكل كويس يليق باللي حصل ويليق بالمواطن المصري ويليق باسم الوفد في بلاد دكرور. والحمد لله انت حضرتك شايفة العدد والحضور والكلمات الجميلة جدا اللي أثارت مشاعرنا من وطنية جياشة، الناس اتكلمت بصراحة بمنطقة تلقائية، ده حاجة كانت كويسة جدا لينا يعني، وعوضت تعبنا ومجهودنا خلال الأيام اللي فاتت ان احنا نخرج الحدث ده بشكل كويس. الحمد لله نجحنا فيه الحمد لله يعني. الرسالة اللي كنتوا حابين توصلوها النهاردة، دم المصري غالي إذا كان مسيحي أو مسلم، احنا كل يوم بيتصاب وبيستشهد شهيد في كل بيت، إذا كان في سيناء أو إذا كان قدام بيته، إذا كان في شغله، إذا كان في الشارع. ما أنا مش عايز أفرق إن ده شهيد مسيحي أو شهيد مسلم، في الآخر ده مواطن مصري. إحنا بنتألم، ويمكن حضرتك شفتي مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم لما بننزل عزاء أو بننزل إن في شهيد استشهد، قد إيه الحزن اللي بيسيد الناس كلها. فدم المصري غالي إذا كان مسيحي أو مسلم، وربنا يعديه على خير إن شاء الله يعني.